في 30 من يوليو وسط ولاية تكساس الأمريكية تحطم منطاد يحمل 16 راكباً على متنه بعد اشتعال النار فيه، وحسب مكتب شريف مقاطعة كالدويل لم ينجو أي أحد. يعد مقتل 16 شخصاً أمراً غير مسبوق بالنسبة لحوادث المناطيد في الولايات المتحدة، إذ قتل 21 شخصاً في هذا النوع من الحوادث هناك خلال الفترة بين العام 2000 حتى العام 2016 وفقاً للمجلس الوطني لسلامة النقل. ومن ضمن حوادث المناطيد اصطدام منطاد في العام 2014 في ولاية فيرجينيا بخط كهربائي واشتعاله، وقتل على إثره راكبين وأحد أفراد الطاقم. يقول شهود عيان إنهم رأوا سقوط شخصين من سلة المنطاد. وفي العام ذاته بولاية ماساتشوستس أصيب 5 أشخاص عندما اصطدم المنطاد بخطوط كهربائية. في العام 2008 بولاية نيو مكسيكو قتل طيار وأصيب راكب خلال مهرجان للمناطيد عندما ارتطم منطادهم بخطوط كهربائية أيضا. Shot flames out, you know, about 20 feet to the side. I saw him slump. I didn't know about the condition. At that point, the gondola really started to drop. حادث المنطاد الأسوأ من ناحية عدد القتلى خلال العشرين عام الماضية وقع في مدينة الأقصر المصرية في العام 2013، إذ خلف 19 قتيلاً.